السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جبت الجهاز ده، والجهاز ده سانيو ياباني. هو بالحالة ديت انا حطيته في السريع وجربته، فلقيت ان الراديو شغال كويس، بس الكاسيت زي ما انتم شايفينه مش شغال خالص. تعال نفتحه ونشوف اخباره ايه من جوه. والحاجة كويسة يا جماعة بخصوص الجهاز ده اللي هو محدش فتحه قبل كده، تمام. وهنا في برضو الاير المكسور، وبرضو في حاجة كويسة برضو، ان انا لقيت واحد في السوق عنده مسامير بتاعة كاسيت، او ما اصح تنفع للكاسيت، هي المسامير دي، لان كل المسامير الموجودة في السوق بتلاقي اللي هي الراس بتاعتها دي بتلاقيها كبيرة، فما بتدخلش هنا خلاص. فده لقيت عنده، هي طبعا انا معرفش المسامير هي دي بالذات هي اللي غالية، والمسامير اصلا بقت غالية. هو ده لقيتها الكيلو منها ب190 جنيه، فانا جبت يعني دوبك جبت حجمين، اللي هو جبت تمن من ده وتمن من ده، يعني جبت ربع كيلو حوالي 50 جنيه. اهو جبت الحجم ده ماشي، وجبت الحجم ده، ودول المتوفرين براس صغيرة بحيث ان ممكن تدخل هنا مفيش مشاكل. اهو شايفين مفيش مشكلة، يعني كان في مشكلة اللي هي المسامير بتاعت الكاسيت ما بلقاهاش، يعني الكاسيت بيجيلي ناقص مسامير، فطبعا ناقص مسامير دي مشكلة، او الناس بتعتبرها مشكلة. طب نفتحه بقى ونشوف اخباره ايه من جوه. انا فكرها يا جماعه حطه لا باس بها، يعني حطه معقوله من جوه ماشي. وطلعت الجزء اللي هو بتاع الكاسيت بره عشان اشوف المفاتيح دي نازله ما بتطلعش ليه، وهو ما هوش شغال ليه من اصلا ماشي. خليكم معايا، لازم افك الرندله ديت يا جماعه عشان نشوف في تحتها ايه ماشي. فبتتفك الرندلة دي ازاي؟ عن طريق هنا في وردة اهيت، هطلعها بحيث اللي هي اقدر اسحب الرندلة من ورا ونشوف ايه المشكلة بالظبط. في وسخة جامدة تحت الرندلة اهي يا جماعة شايفينها؟ شايفين؟ بس مش ده السبب اللي هي موقف المفتاحين دول، هنشوف كده واحدة واحدة كده واقول لكم السبب ايه. الوقت يا جماعة انا بجرب فلقيته قطع الصوت خالص، مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة وسط السماعات خالص. طيب انا هحوش السويتش ده يا جماعه، هحوش غاز، وده برضو والسوسته ديت، وهنا برضو. شوف الاخبار ايه، هو لازال ميت يا جماعه ماشي. فهضطر ان انا اشيل البورده ونشوف ايه السبب بالظبط. تمام، بصوا يا جماعة اللي انا عملته، انا عملت كوبري هنا بسبب ديت اللي هو المكان اللي انا بوصل فيه للسماعات، وهنا الهيدفونز. فانا حطيت الهيدفونز لقيت الهيدفونز شغال، فمعنى كده ان في قطع هنا مش باين، فعشان كده انا عملت الكوبري هنا. يعني الكوبري ده ماشي، دي موصلة للسماعة التانية هنا خلاص، والسماعة الاولى انا مشيت عليها بالازير اهو، كان في قطع هنا انا مشيت عليه كده بالازير فمش الحال يعني.
هنرجع تاني بقى للمشكلة بتاعتنا الأساسية، وهي الجزء بتاع الكاسيت. الجزء بتاع الكاسيت تقريبا مش هينفع لأن السوسة بتاعته كلها ضعيفة، السوسة الداخلية، فطبعا مش هينفع إن أنا إيه لو فكيته مش هيتلم تاني. بص مفيش سوسة خالص، مفيش، السوسة ضعيفة جدا. بس دي اللي استوب اهو، ودوس عليه ما بيعملش حاجة. طيب احاول انا اشوف هل فيها طار عندي جزء تاني زي ده ولا مفيش. طيب يا جماعة، هو اساسا يعني السوسة ضعيفة بس هو ما بيلفش خالص، احتمال يكون هي بالنسبة اللي هي السويتش ده سليم مفهوش حاجة، يعني ممكن يكون المشكلة في السويتش ده، بس السويتش ده سليم. في الحالة دي ممكن يكون الموتور محروق، فعشان نتأكد الموتور محروق ولا لأ، فأنا بجيب اهوت أدابتر ماشي 5 فولت ولا 6 فولت، وببدأ إن أنا أحط السالب في على السالب كده أهو ماشي. الموتور فعلا محروق لأن مفهوش أي حركة، ما بيلفش خالص. طيب في الحالة دي نغير الموتور. الموتور ده كام فولت؟ والكاسيت كام بطارية عشان نعرف كام فولت؟ ده مش مكتوب. هنشوف كام حجر البطارية، كام حجر، وبالتالي ممكن ده يبقى 6 لا إما 9 على حسب عدد البطاريات. الجهاز ده بيشتغل ب6 بطارية، معنى كده اللي ده 9 فولت. الموتور ده 9 فولت، هنجيب موتور تاني 9 فولت. لازم نخلي بالنا طبعا من عكس السلوك، نعرف اللي هو الاسود ده هو السالب، والاتنين دول بيبقى في الموجب. الاتنين دول سلك موصل للكهرباء والتاني موصل للسويتش. تمام، انا جبت موتور تاني، هي ماكينة تانية عندها، خدت الموتور بتاعها هو 9 فولت اه مكتوب عليه. يا جماعة هركبه مكان ده وارجع لكم تاني. والوقت يا جماعة هحاول ان انا المعه. وطبعا بالنسبة للتجريح ده مش ملوش حل، يعني شايفينه ملوش حل. معرفش دي بوهية، ما هيش بوهية بيضة يا جماعة، دي مش بوهية بيضة. دي اللون الفضي طالع. الجهاز يا جماعة هو جهاز سانيو ياباني، يعتبر نادر جدا، مش موجود، لان الموجود منه اللي هو ابو سماعة واحدة، ابو سماعتين، ده نادر جدا، انا مشفتوش قبل كده صراحة، هو اول مرة اشوفه. انا دايما بشوف اللي هو ابو سماعة واحدة ومعاه اوكلايزر، اما ابو سماعتين ده هو نادر جدا، وصوته قوي جدا على فكرة. هو ياباني
ريت يا جماعة إن شاء الله ما تنسناش الاشتراك والمشاركة وإعجاب، وأشوفكم في فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.